عن الكار في نقيبة سيئة محامين بالفون اعتراف. إنه لشرف عظيم أن يحضر شخصي ومن ورقه هيئة محامين بالفون اعتراف بالحضور في هذه المناسبة المهمة المتميزة التي توضح وتجلي سمو الأواصر التي تمت بين هيئتي المحامين بالجديدة وأختها بالقنفع. فكان لي شرف الحضور تلبية للدعوة الكريمة التي تلقيتها من طرف زميلي وأخي الأستاذ النقيب حمد الحصيني وكذلك الأستاذ الفاضل رئيس جمعية المحامين الشباب بهذه الهيئة. وكما قلت يجرني حنين جارف للحضور كي أتشرف بإشراف هذه الهيئة العتيدة في هذه المناسبة المتعلقة بإحياء الأعراف والتقاليد المهنية، مع العلم أنني ابن لهذه المنطقة بحيث أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون أول صرخة لي، وأنا أرى النور أن تكون هذه الصرخة في ديار هذه المنطقة. ومن جهة ثانية يجرني كذلك شرف حنين جارف للحضور في هذه المناسبة المهنية، وأتمنى أن تكون تقليدا جديدا ينضاف إلى التقاليد والأعراف التي تتميز بها مهنة المحاماة. وختاما أتقدم بالشكر الجزيل إلى كافة مكونات هذه الهيئة العتيدة.